في قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي يقع مطار البطين للطيران الخاص الذي تم تحويله مؤخرا إلى منطقة حرة كجزء المؤسسات العالمية التي تتطلع إلى إقامة مشاريع تجارية في أبو ظبي. قمنا اليوم بتوقيع عقد طويل الأجل مع شركة أبو ظبي للمطارات الجوية، وهذا أمر إيجابي جدا بالنسبة لنا ويمنحنا الثقة في الاستثمار على نطاق واسع وإنشاء مزيد من المرافق وتوسيع الأسطول. لم نكن لنحقق ذلك لولا الثقة في تحسن الاقتصاد بصورة كبيرة. فخلال الأشهر الستة إلى 12 شهرا الماضية شهدنا تحسنا كبيرا في قطاع طيران الأعمال، وشهدنا أفضل أداء في 5 سنوات خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، وخلال شهرين نوفمبر وديسمبر شهدنا أداء متميزا بالطبع. نشهد عودة للثقة، ولا أعتقد أنه مجال جديد، بل الثقة تعود إلى قطاع الأعمال القائم بالفعل. معرض أبو ظبي للطيران الخاص الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط في مطار البطين أكد المشاركون فيه على عودة الأوضاع إلى سابق عهدها ولو أنها أخذت بعض الوقت. تأثير أسعار البترول علينا تأثير محدود جدا، لأن إحنا أسعار البترول بتأثر علينا بس في الأد هوك فلايتس، الطيران الخاص لقطاع صغير من نشاط الشركة، لكن القطاعات التانية للعقود مع العملاء بتوعنا هم العميل هو اللي يتحمل الوقود بتاع الطائرات. فطيران أبو ظبي التأثير عليها محدود جدا وغير مؤثر. ما في شك أن تداعيات هذه الأحداث تشكل في بعض الأحيان نوع من الضغط، ولكن الحمد لله احنا قادرين بخططنا الموضوعة لتلبية هذه الاحتياجات، واحنا معتادين الحمد لله على خدمة عملائنا، لأن هناك معايير للخدمة لابد أننا نحافظ على موضوع اللي هو السلامة والجودة. فالحمد لله خططنا تواكب كل الأحداث التي الاقتصادية سواء منها في تقديم أو توصيل الخدمة للعملاء. وحقق مطار البطين زيادة في حركة الطيران التجاري بنسبة 11% في العام 2011، إلى جانب ما يزيد عن 50% في حركة الطائرات الزائرة مقارنة بالعام 2010. يذكر أن المطار احتل المركز الأول ضمن قائمة أفضل المراكز للخدمات الأرضية في الشرق الأوسط.